اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. انا احد اخوانكم المتسبين قوات الامنيه حاليا بدياله الجلولاء. فاخوان خليك بالبيت، اقسم عليك بالامام علي، اقسم عليك بالامام الحسين. قريه كامله مضروبه يمنه، قريه كامله مضروبه يمنه بمرض كورونا، واللي ينطلبه من عندكم خليك بالبيت. يعني نقول لك خليك بالبيت، لازم تساعد القوات الامنيه، احنا خوفا عليكم. هاي دا تشوفون هاي السيارات، هاي السيارات راح تاخذهم للحجز، يعني ياخذوهم للحجر الصحي. فاللي ينطلبه من عندكم حج، ايش عندك؟ الولاده. وينها سيارتك؟ المره وينها الولاده؟ توكل. ترجع وياك بطاقه من المستشفى. والله لا شو عمليه جزء اليوم من بعد. توكل بالله. ممنون عني. توكل بالله. فاخوان خليك بالبيت، اقسم عليكم بالامام الحسين، اقسم عليكم بالامام علي، ان تحافظون على ارواحكم وتبقون بالبيت ولا تاخذون الامور باستهزاء. ترى الامور مو مثل ما تتوقعونها سهله. باعوا هاي الناس هنا نرحام يا معودين، يا اهل الغيره لا تطلعون، يا بالله عليكم ما بها مجال. فهسه حاليا لما انصابت عندهم قريه كامله بسبب مره واحده، مره واحده عدت لها قريه كامله. وجاي تشوفون هاي انتم سيارات الحجر الصحي راح تاخذهم للحجر. فاللي ينطلبه من عندكم تسوون مشاركه هذا البث، اقسم عليكم بالامام علي، توصلون هذا البث ايش قد ما عندكم طاقه، خلي الناس تشوف بعيونها. احنا اخوتكم القوات الامنيه، فلا تستهزون بالامور. مثل ما نتعاون وياكم متعاون ويانا، من يقول لك الجندي ارجع مو لسبالك هو الجندي كراهيه بيك او الشرطي او اي منتسب باقي بالشارع. تقون بالله على موتكم، عايفين اهلنا وعايفين بيوتنا وعايفين الدنيا كلها، واقفين على موتكم، جايين نقولكم ونقولكم ورجعوا ساعدوا ويانا خوفا عليكم. يعني صحتكم هي تهمنا، صحتكم هي تهمنا. تقون بالله ورسوله، واقسم عليكم بالامام الحسين، اللي يشوف هذا البث المباشر يسوي له مشاركه بكل الجروبات. ايش عندك مجموعه سووا بها هذا البث المباشر، خلي الناس تشوف بعيونها، خلي الناس تصدق. اكو ناس مستهزئه، واكو ناس جايه تطلع وضاربه الحظر عندها يعني لا ابالي، واكو ناس يعني حتى تكاونت تضاربت ويا الشرطه ويا الجيش بسبب هاي السوالف. فاخوان خليك بالبيت، خليك بالبيت وسوي مشاركه للمقطع الفيديو. اقسم عليكم بالامام الحسين، كل واحد يشوف البث هذا يسوي له مشاركه، خلي الناس تستفاد. احنا اخوتكم القوات الامنيه واقفين على موتكم، وزاره الصحه على موتكم، الكل واقف الصيح على موتكم. احنا من نقول لك خليك بالبيت، احنا صحتك تهمنا، صحتك تهمنا، الك الك مو الي انا. يعني اذا انصاب عندك واحد بعائلتك انت وعائلتك واطفالك كلها انتهت.